الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع. الرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتدعو لتدخل دولي. واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في عدة غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. منتصف الليل 10 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وبدايتنا مع الزميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين. شكرا نسرين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة اتخذت خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وأن الأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات. وفي حوار مع طلبة المستجدين بأكاديمية الشرطة خلال تفقده لمقر الأكاديمية لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، قال الرئيس السيسي إن مصر تسعى بكل جهد إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، محذرا كذلك من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية ومن اتساع نطاق الحرب، ومؤكدا سعي مصر لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية باعتراف دولي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بتفقد مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وقيادات الوزارة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم. أثنى سيادته على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد وتوفير أحدث المعدات والتجهيزات لرفع كفاءتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم وسعيد بلقائكم، وكل سنة وانتم طيبين. أنا عارف إن فترة التدريب المركز خلصت، والمفروض إن يعني اليومين دول كده اخر الثلاث شهور زي ما تعودنا ان احنا نلتقي يعني. فانا سعيد باللي انا بشوفه، وسعيد ايضا باللي انا بسمعه من يعني من اول السيد الوزير لغايه مدير الاكاديميه على المستوى اللي احنا الحمد لله حققناه خلال فتره التدريب المركز ديت. وان شاء الله طبعا هنستكمل ده خلال يعني الفترات القادمه بعد ما ان شاء الله ترجعوا من الاجازات يعني. مش هنسى ان انا اقول لكم من فضلكم بلغوا اسركم تحياتي وتهنئتي لهم بشهر رمضان، وايضا اشقائنا المسيحيين بالايام اللي هي الصيام الكبير. كل سنه وانتم طيبين جميعا. زي ما احنا حريصين على ان دايما العامل البشري هو الاميز وهو اللي ليه تاثير كبير جدا لو احنا نجحنا فيه على الاداء وعلى التطور وعلى التقدم وعلى حالة الانضباط وكل شيء. واسمحوا لي بس ان انا باختصار شديد اكلمكم عن موضوعين. الموضوع الاولاني خاص بال يعني بالداخل بمصر وشؤونها، واحنا كنا خلال زي ما قلنا الاربع سنين الاخرين او اكتر كانت ظروف الكورونا وظروف الازمه الروسيه وايضا الحرب في غزه كان لها تاثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر. لكن اقدر اقول لكم باختصار شديد ان الاجراءات اللي تم اتخاذها خلال يعني الاسابيع القليله الماضيه
يعني احنا بنحاول نكون على الطريق الصحيح لاعاده يعني تصويب مسارنا الاقتصادي وتحسينه. ويمكن النهارده احنا بنتكلم على ان احنا عملنا يعني اتفاق اولي كده مع صندوق النقد الدولي، وفي ايضا مع البنك الدولي هيبقى في شكل من اشكال الدعم، ومع الاتحاد الاوروبي ايضا، بالاضافه طبعا للاجراءات الاخرى اللي انتوا عارفينها كويس. وده في حد ذاته هي خطوات من جانبنا ان احنا نحسن ونطور ونصلح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي. فبطمنكم ان الحمد لله الامور ماشيه، وايضا ما فيش عندنا مشكله لا في سلع ولا حاجه، وحتى المستلزمات اللي كانت متاخره في المواني الحمد لله بتخرج دلوقتي. ده فيما يخص الموقف الداخلي باختصار شديد. فيما يخص الموقف الخارجي، طبعا انتم متابعين كويس قوي الحرب اللي خلصت 5 شهور دلوقتي، يعني شهر يوم 7 اللي فات كان 5 شهور كتير قوي، 5 شهور على العنف والقتل اللي بيتم، واحنا بنحاول بكل جهد مخلص وامين وان احنا نصل الى وقف اطلاق النار في القطاع، حتى يعني نحمي وننقذ أهلنا في غزة، وخاصة المدنيين الأبرياء. وإحنا بنتكلم على أكتر من دلوقتي أكتر من 30,000، تلتينهم من النساء والأطفال، وأكتر من 70,000 مصاب، علاوة على أن تقريبا 60-70% من القطاع مبانيه ومنشآته وبنيته التحتية والمنشآت الحكومية وكل المنشآت الخدمية تقريبا اللي احنا بنتكلم على اللي هي كانت العمود الفقري للقطاع تم تدميرها خلال هذه الحرب. الأرقام اللي ممكن تبقى محتاجة لإعادة إعمار قطاع غزة يعني مخيفة جدا جدا، وعدد السنين اللي المطلوبة لإعادة الإعمار في القطاع. لكن على كل حال احنا بنحاول ان احنا على الاقل يعني نوقف هذا النزيف، نزيف البشر ونزيف المنشآت ايضا، وبنسعى جدا لادخال اكبر حجم من المساعدات. انا عايز اقول لكم ان احنا القطاع فيه حوالي 2.4 مليون انسان. احنا حذرنا وقلنا ان الامر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي الى مجاعة، واستخدام غذاء كسلاح آخر في مواجهة المدنيين الأبرياء، وده احنا حذرنا منه من الأول خالص. واحنا حرصنا وكنا دايما بنقول ان معبر رفح مفتوح ومستعدين اي حجم من المساعدات يدخل عشان يعني يوفر لأشقائنا وأهلنا في فلسطين او في القطاع يعني احتياجاتهم الأساسية. دخلنا في مبادرة وتحالف ان احنا نعمل اسقاط من الطائرات، احنا واشقائنا في الامارات وقطر وامريكا وفرنسا ودول كثيره، مش عايز يعني انسى حد، لكن كل ده ارقام لا تساوي ابدا ابدا المطلوب. انت بتتكلم في الاف الاطنان محتاجين ندخلها يوميا لاحتياجات الناس. فاحنا بنتكلم على ان احنا نصل الى وقف اطلاق النار هدنه يعني، ونصل الى ان احنا ندخل اكبر حجم من المساعدات عشان نغيث ويبقى في احتياجات والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس، وأيضا السماح للناس اللي موجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا في اتجاه الشمال لأماكنهم، مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح. أنا أقول دايما إن إذا كنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على ان يبقى في فرصه حقيقيه ان يبقى في دوله فلسطينيه جنبا الى جنب مع الدوله الاسرائيليه، ويبقى في فرصه لهم ان هم يعيشوا بكرامه كبيره جدا جدا في بلدهم، ويديروا امورهم بالشكل اللي هم يرتضوه دون ان يكون لهم ضرر او يكون للمواطن الاسرائيلي على الجانب الاخر ضرر. بصراحه اعتراف دولي بفلسطين، دولي يعني بتكلم على الأمم المتحدة، دولي يعني بقول كل العالم بقت دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وكاملة وكمال الاعتراف بيها من جانب الدول الكبيرة. إذا ده لو تحقق
احنا ممكن نقول ان رغم ان في أزمة وفي مأساة كبيرة جدا احنا شفناها خلال الخمس شهور اللي فاتوا، الا ان يبقى عزقنا للي حصل ان بقت في دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هما ده الموضوعين اللي انا يمكن حبيت اتكلم معاكم فيهم واقول ان احنا حذرنا ايضا من اتساع نطاق الحرب، ويبقى زي ما انتم شفتوا من سلامة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس وتأثير ده على التجارة الدولية بشكل كبير، كل ده احنا حذرنا منه، وايضا ان ممكن الصراع يمتد الى الشمال، كل دي مخاطر احنا بنحذر منها وبنقول ان احنا نتمنى خلال يعني ايام قليلة بالكتير نصل الى وقف اطلاق النار وما يبقاش في تطور سلبي ممكن يؤثر على الموقف اكتر من كده. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وانا سعيد باللي انا شفتهم وسعيد بيكم واتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما بقول من فضلكم خلي بالكم من نفسكم في ان شاء الله فترة الاجازة اللي انتم تنزلوها ديت، وترجعوا ان شاء الله مرة تانية تكملوا وتستأنفوا يعني التعليم والتدريب اللي انتم بتقوموا بيه. شكرا جزيلا.
لإعداد ضابط شرطة عصري وقادر على مواجهة التحديات الأمنية، تضع أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة منذ لحظة التحاق الطالب بكلية الشرطة، بما يؤهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لرجل الشرطة القادر على تحمل أصعب المهام. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا، صوت نداها أمر ده مفيش شيء معاه. أكاديمية الشرطة صرح أمني متفرد بين نظيراتها إقليميا ودوليا في إعداد ضباط شرطة متميزين علميا وبدنيا قادرين على مواجهة التحديات الأمنية. وتحرص الأكاديمية في سبيلها لتحقيق ذلك على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن وفقا لمعايير تتسم بالحيادية والموضوعية مع مراعاة التوزيع الجغرافي. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا، صوت نداها أمر ده مفيش شيء معاه. وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم احتفالية للمقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024 من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجي وخريجات كليات الحقوق وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من الأهالي لقبول أبنائهم بكلية الشرطة. المهم إن المهم أتم حالا وبنجاح. أنا طبعا أسعد يوم في حياتي لأن دي كانت أمنية الدكتورة أماني بنتي إنها تخش كلية الشرطة. حاسس برقبتي في السماء، ابني لما يبقى أحد حراس هذا الوطن فده شيء عظيم، ده شيء يعني شرف لا ينوله إلا حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. أنا فخور، فخور إن أنا واقف دلوقتي مع ابني في كلية الشرطة. ربنا يحفظه، أنا عايزاه يكون في أعلى المناطب وربنا يوفقه وعايزاه من المتفوقين يا رب، ربنا يحفظه. أنا فخور بيه إن هو يعني اختار الطريق الصح، وسعداء بيه وسعداء بالسيادة المشرفين على الكلية هنا، لأن يعني على حسن النظام والترتيب اللي مشينا فيه ودخلنا بيه. النظام جميل جدا، ويوم من أسعد أيام في عمري، عمري ما هنسى في حياتي كلها. ومع أولى خطوات الطلبة الجدد داخل أكاديمية الشرطة تبدأ مرحلة جديدة من حياتهم أساسها الانضباط، حيث تضع الأكاديمية لهم برامج تدريبية متطورة للارتقاء بلياقتهم البدنية وقدراتهم العلمية لإعدادهم وفقا للقيم الانضباطية والأخلاقية لحمل رسالة الأمن السامية. مبسوطة جدا جدا جدا، وفرحتي ما تتوصفش بصراحة. أنا فخورة وفرحانة إن ابني تقبل في كلية زي كلية الشرطة، ده فخر ليا ولأسرته كلها. إحساسي ما يتوصفش، أنا في منتهى السعادة إن ربنا أكرم ولدي ابني بإن هو يكون في مصنع الرجال. أنا فخورة وأهل بلدي كلهم فخورين بابني، إن ربنا كرمه والحمد لله إن هو بقى في المكان دلوقتي، وإن شاء الله كده ربنا ييسر له حاله. أنا من محافظة أسوان جاية النهاردة علشان بنتي داخلة الأكاديمية، الحمد لله ربنا كرمها. مش مهم أي حاجة في الحياة، المهم وقت ما بلدنا تنادينا، صوت نداها أمر. هدف وحلم تحقق لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازهم كافة الاختبارات المحددة وشعورهم بالفخر للانتماء لهذا الصرح الأمني المتميز. خريجة كلية الطب، تقدير جيد جدا. النهاردة الحمد لله حققت حلمي وهدفي وانضميت لكلية الشرطة. مجموعي 99.44، كان مجموعي الحمد لله دخلني أي كلية، ولكن أنا اخترت أن أنا أكون في كلية الشرطة. أول يوم ليا في كلية الشرطة فخورة بنفسي أن أنا وصلت لهنا، وده كان هدفي من الأول. وأنا أثناء دراستي في كلية الهندسة حبيت أن أنا أقدم في كلية الشرطة أخذ الخطوة دي، والحمد لله ربنا كرمني واتقابلت في كلية الشرطة. وقد أعدت أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة تراعي أفضل المعايير التدريبية والتعليمية الأمنية الدولية،
لإعداد الطلبة الجدد الملتحقين بها على مدار فترة دراستهم، لتؤهلهم ليكونوا حماة أمن هذا الوطن مسلحين بالعلم والخلق والواجب. ترأس سفير حمدي لوزر نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 22 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، المجلس التنفيذي المنعقد بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وينظر الاجتماع الوزاري في الآليات والقواعد المنظمة لانتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في فبراير من العام المقبل، والتي تشمل مناصب رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، وذلك على النحو الذي يضمن عدالة توزيع المناصب وتمثيل الأقاليم الأفريقية الخمس في قيادات المفوضية. في إطار سعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتدخل المباشر لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وصل عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية لأكثر من 19 مليون مستفيد بإجمالي متوسط تكلفة تزيد على 1,800,000,000 جنيه. هذا وتتنوع المساعدة المقدمة للمستفيدين ما بين كراتين رمضانية وجبات ساخنة وتوزيع لحوم وكروت مساعدات، بالإضافة إلى توزيع الملابس وإعانات الزكاة وموائد الرحمن ومعارض السلع الغذائية المخفضة، بتفاصيل القوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات، وكذلك الفعاليات الترفيهية المستمرة طوال الشهر الكريم. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. جهود حثيثة يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ربوع الجمهورية، حيث قدم من خلال مؤسساته وأماناته مساهمات ضخمة في موسم رمضان الحالي. المزيد عن تلك الجهود يستعرضه لنا زميل كريم الخولي. أهلا بحضراتكم. استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وسعيه دائما للتدخل المباشر والسريع في جميع أنحاء الجمهورية بصورة كاملة، قدم التحالف مساهمات من خلال مؤسسات وأمانات المحافظات في الموسم الرمضاني الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. ونجح التحالف الوطني في تنفيذ مساهمات بإجمالي متوسط تكلفة بلغت 1,805,000,000 جنيه، لإجمالي عدد مستفيدين على مستوى الجمهورية بلغت 19,841,000 شخص. وتضمنت توزيعات المؤسسات 1,752,000 كرتونة غذائية رمضانية، بالإضافة إلى توزيع اللحوم بإجمالي 1,236 طن لحوم لنحو 1,365,000 مستفيد، بجانب توزيع وجبات ساخنة بإجمالي 10,813,000 وجبة، فضلا عن توزيع كروت وكوبونات مساعدات لنحو 203,000 مستفيد بتكلفة بلغت 81,200,000 جنيه. توزيعات المؤسسة تضمنت 6,000 قطعة ملابس ل3,000 مستفيد بتكلفة بلغت 2,100,000 جنيه، وحصول 178,120 مستفيد على إعانات بإجمالي متوسط تكلفة بلغت 35,624,000 جنيه، فضلا عن استمرار القوافل الطبية طوال شهر رمضان والإعداد لإقامة بعض الفعاليات والمسابقات الرمضانية. وفي الوقت نفسه قامت الأمانات بعدد من التوزيعات التي تضمنت 72,600 كرتونة رمضانية و106,900 وجبة ساخنة فطار وسحور بتكلفة بلغت 10,690,000 جنيه، بجانب إقامة 13 منفذا لبيع السلع المخفضة وإقامة موائد رحمن في العديد من المحافظات، مع توزيع 2,000 قطعة ملابس ل1,500 مستفيد، فضلا عن التبرع ب3 أجهزة طبية وتوزيع هدايا للأطفال بمختلف المحافظات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول أبرز جهود التحالف الوطني
خلال شهر رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. شكرا لكم على طيب المتابعة. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، نظمت جمعية رسالة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة لتوزيع مساهمات غذائية في مدينة العاشر من رمضان، وشارك متطوعون في الفعاليات والأنشطة التي تنوعت بين تعبئة وتوزيع حقائب الطعام على الأسر المستحقة والتي تم اختيارهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في المدينة. النهارده جايين تبع التحالف الوطني في قافله بنوزع 1200 شنطه على اهلنا واسرنا في الشرقيه. النهارده شغالين في العاشر من رمضان، وفي كمان ناس شغاله في مركز ابو كبير. احنا في رمضان نازلين تقريبا يمكن حوالي 5 مرات، احنا كناس نازلين حوالي 5 مرات في 5 اماكن مختلفه. احنا المره الجايه نازلين في الصعيد، المره اللي بعدها في الفيوم، في اسماعيليه، في الشرقيه، فبنحاول ان احنا نساعد اكبر قدر من الناس، لكن اللي خد مره لا احنا بنحاول نساعد اسر ثانيه. هو ان شاء الله احنا النهارده جايين من منطقه العاشر عشان نوزع 400 شنطه غذائيه. 400 شنطه غذائيه دول محتوياتها رز ومكرونه وعدس ولوبيا وسكر وزيت عشان نساعد المواطن المحتاج. يعني لجنه الاستكشاف بتنزل تعمل استكشاف للاسر، بنخش بيوتهم بنشوف محتاجين قد ايه، وبنشوف طبعا الاولويه في الناس المحتاجه، وعن طريق ده ان شاء الله بنعمل قائمه. القائمه دي بقى بننزل نوزع الشنط الغذائيه دي. نشاط المساعدات شغلته في رمضان اللي هو يعبي الشنط الغذائيه دي، هو مش احنا نطلع نوزع، وفي نشاط تاني اسمه داخلي بيطلع يوزع معانا. هو يعبي لنا الشنط طول رمضان، شغالين تعبئه كل يوم من الساعه 9 لحد الساعه 4 كل يوم يعبوا شنط غذائيه. وبنيجي مثلا لو رايحين مكان زي العاشر كده بنيجي الجمعيه اللي احنا نازلين عليها بتبعت العربيه بنعبي فيها الشنط، بتيجي قبلها بيوم، احنا اللي بنيجي نحملها على العربيات، وبنيجي النهارده ان شاء الله بقى المتطوعين زي ما انت حضرتك شايف كده ناخد الشنط ونوديها للاسر. يعني نظمت جمعية الرسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات قافلة لتنظيف المساجد وتوزيع ملابس وشنط رمضان بقرى محافظة الشرقية، حيث تم توزيع 400 شنطة غذائية على أهالي قرى مركز أبو كبير، بالإضافة إلى عمل معارض للملابس بأنواعها بأسعار رمزية تبدأ القطعة بسعر 1 جنيه إلى 5 جنيهات للقطعة الواحدة. احنا النهاردة في محافظة الشرقية مركز ابو كبير بنوزع 400 شنطة، وعندنا معرضين ملابس، وبنعمل اعمار وتنظيف لست مساجد. معارض الملابس مقامة هنا داخل في الجمعية داخل ابو كبير، بنجيب الهدوم بتبقى باسعار مخفضة بتستهدف الفئة يعني الموجودة هنا بحيث ان هم يشتروا احسن حاجة باسعار كويسة. عندنا ان شاء الله خلال شهر رمضان توزيع 1000 شنطة غذائية. كمان عندنا معارض ملابس ان احنا بنكسو تقريبا 1500 اسرة، متوسط كل اسرة 5 افراد. كمان عندنا زيارات للمسنين واعمار بيوت ليهم، بنقوم بننزل ننظف لهم البيت، نعمل لهم اكل، نساعدهم في اي حاجة هم محتاجينها. كمان عندنا اطعام كل يوم 300 وجبة غذائية، وبنعمل 300 وجبة سحور كمان. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، حيث تتضمن القافلة 300 قاطرة محملة بأكثر من 3500 طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال و25 طنا من المياه ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية، وكذلك أكثر من 60 طنا من الأكفان والمراتب والخيام، ونحو 6 أطنان من المنظفات وكرفانات دورات مياه، وذلك لدعم الأشقاء في غزة. هذا ونظم متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح، مؤكدين رفضهم للعدوان الغاشم على أهالي فلسطين وعزمهم على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة. إلى ذلك، يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. واصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. حذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة وارتكاب مجزرة جديدة واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وطلبت الرئاسة الفلسطينية بسرعة تدخل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة سكان قطاع غزة. وقد جددت التأكيد على موقفها الرافض وبشكل قاطع لمنع وقوع أي تهجير، معتبرة أن ذلك خط أحمر. استشهد 13 فلسطينيا إثر قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي صادف منازل في مخيم النصيرات وحي التفاح في قطاع غزة، فيما أصيب عشرات المواطنين بجروح نتيجة القصف. كذلك شنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الغربية والجنوبية من مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 149 شهيدا و300 مصاب. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها إنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، مشيرا إلى أنه بذلك يرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 31,490 فلسطينيا و73,439 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إنه لا يمكن تبرير شن هجوم واسع نطاق في مدينة رفح الفلسطينية، وشددت على الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن.
أشادت الخارجية اللبنانية بالمقترح الفرنسي الذي يستهدف إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل وتسوية النزاع الحدودي، واصفا إياه بخطوة كبيرة محتملة نحو السلام. وتحدد الخطة الفرنسية ثلاث مراحل تتوقف فيها العمليات العسكرية على أن يتم نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب. تناول رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان وجبة الإفطار مع المواطنين بالمسجد الكبير ببورت سودان، وسط حفاوة كبيرة ردد المواطنون هتافات تؤكد على وحدة الشعب ووحدة الجيش. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار. ويدعو القرار إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، كما يدين القرار أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين. في الرياضة، تصدرت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية جدول الميداليات خلال منافسات النسخة 13 من دورة الألعاب الإفريقية والتي تستضيفها مدينة أكرا الغنية حتى 23 من مارس الحالي. نجحت البعثة المصرية في الحصول على 134 ميدالية متنوعة حتى الآن، بواقع 76 ميدالية ذهبية و31 ميدالية فضية و27 ميدالية برونزية. أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية ومتكررة، وعلى رأسها مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، كما أسفرت القرعة عن وقوع أرسنال الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني. أما برشلونة الإسباني فيلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبحسب القرعة يلتقي الفائز من أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند في ربع النهائي الفائز من مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في نصف النهائي، وفي نصف النهائي الآخر يلتقي الفائز من لقاء بايرن ميونخ وأرسنال أمام الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف النهائي. ومن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. أخبار الطقس مشاهدينا، نكون وصلنا إلى ختام نشرة منتصف الليل، وإلى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال أكبر قدر من المساعدات للقطاع. والرئاسة الفلسطينية تحذر من قرار الحكومة الإسرائيلية القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وتدعو
لتدخل دولي. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في عدة غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحت زميلة نسرين فؤاد وأنا جاكلين ماهر. إلى اللقاء بإذن الله.